طيب شباب، اليوم محاضرتنا عن الأرابيك أونتولوجي، وحتشوفي هلا يا عبير مثلا لما بكتب انا مرات الأرابيك أونتولوجي كلمتين منفصلات او مرات بكون ملزقات في بعض. لما بكونوا ملزقات في بعض بقصد فيهم اسم المشروع، في مشروع اسمه أرابيك أونتولوجي مشروع معين. والأرابيك أونتولوجي كموضوع دائما طبعا لا مش لازم تكون ملزقه في بعض. طيب ففي الأرابيك أونتولوجي شو الريدنج؟ الريدنج ماتيريال لهي المحاضرة في عنا أكثر من شغلة. أول أرتيكل بالمناسبة هاي مطلوبة معاكم، هاي على فكرة مكتوبة الأرتيكل بإيش؟ باللغة العربية. عمركم قرأتوا؟ هاي الأرتيكل مكتوبة باللغة العربية. هلا على فكرة المفروض ما تتغلبش بقراءتها. إذا تغلبت بقراءتها المفروض أنا بكون بعرفش أكتب. أنت كاتبها؟ خلاص أي حدا يفهمها حتى لما مش دخل. يعني مش سهل. يعني مش سهل، هي ورقة علمية. لا بس يوصل المعلومة كتبتها بطريقة سهل، لأنه لو حدا مش يعني لو حدا مش تخصص مش دارس هاي المحاضرة أو بعرفش عن الأونتولوجي بجوز يفهم منها 30%. هلا يمكن المفروض يفهموا 100%. وسريعة تكرهها بالعربية يعني interesting إنه علم ما هلا يمكن مكتوب في. طبعا عملت لها برزنتيشن في جامعة الدول العربية كمان في تونس، وفي article ثاني كان مطلوب منكم حتى هاي عن الجلوس. طلبت أنا أكثر من كل تقريبا كل محاضرة بطلب هاي article عند إنها تكون موجود داخلي في السياق. هذا التيم شباب اللي عمل اللي بيشتغل معاي على موضوع اللي بنبني معاه الأرابيك أونتولوجي. يعني في من بي اي لماستر ستودنتس لفول تايم ريسيرشرز لكولابوريترز لحدا من كليات ثانيه، يعني انتر ديسيبلينري تيم. طيب موضوع المشروع هو بلش في 2010 في جامعه بير زيت، وهو اكثر من ارابيك ويرنت. هاي الموقع تبعه، هاي صوره الموقع. في اخذنا سيد ماني، يعني مبلغ صغير جدا جدا كسيد ماني، هاي بسموها السيد عشان تبني السيد، يعني مش لك مش لانتاج كل المشروع. المشروع اوبن اندد يعني لا نهائي. من هون بجوز 50 سنه نضلنا نبني في الأرابيك أونتولوجي، نضلنا نضيف يعني كوانتيتي وكواليتي. هو مش زي الويرنت. The Arabic ontology is logically and philosophically well founded. هلا بنشوف ليش شو بتختلف هي عن الويردنت. But can be seen as an Arabic word. يعني تقدر تستعملها زي Arabic word. It's okay. بس هي more strict زي ما بنشوف اليوم. هلا نيجي نشوف الرسمة هاي وتقارنه بالويردنت. نقارن في ايش؟ في الويردنت. هلا شو شايفين انتو؟ ها؟ هاي شريهان؟ في عنا مثلا كلمة جدول إلها أكثر من معنى. مصفوفة بيانات مكونة من صفوف وعمدي، ماهر صغير، رتب الأشياء على شكل جدول. ها؟ مصفوفة بيانات مكونة من صفوف وعمدي هي جنس من ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب. وترتيب الأشياء جنبا إلى جنب هذا كمفهوم هو جنس من تنظيم الأشياء بصورة منهجية. هلا إذا في عندنا كلمات، كل كلمة إلها، هذا مثال مش كامل، كل كلمة إلها تعدد معاني، إلها أكثر من معنى. واضح؟ ها؟ ويرتنت لحد ما شوي. هلا في كلمات إلها أكثر، كل كلمة إلها أكثر من معنى. وإذا بتشوفوا عند الكلمة وتعدد المعاني، وإذا بتشوفوا هاي الرقم شو هو؟ الكونسبت اي دي، السنسيت اي دي ان ويرد نت في الآخر. إنه في عندي 1 2 3 4 5 بغض النظر أصلاً شو علاقته مع الويرد، لأني لاحظين كيف؟ هلا وفي علاقات بين ايش؟ سنسيت اسم من هذول. هلا بالعرب بالأرابيك أونتولوجي انا بستعمل كلمه سنسيت، بستعمل كونسيبت.
اوكي بس هي زي سلسلة بالانجليزي بالانجليزي حطوها مع بعضين زي هدولك حاطين صف وجدول مع بعض مثلا شوي هلا فهمتوا الموجود؟ هلا اذا بدكم تشوفوا الصورة اللي شفتوها في المحاضرة السابقة عن ال وورد نت شو رأيكم؟ هي بس هو نفس الاشي بس مرتبة بطريقة ثانية هون مرتبة باي وورد هناك باي كونسيبت بس هو نفس الاشي كستراكتشر واضح؟ فهي مزبوط زي الانجليزي بس يعني الترتيب وهذا عملية بس يعني الفيوينج ها؟ نهر النيل بيختلف هلا أنا بحكي من ناحية استراكتشر طبعا نهر النيل بيختلف هاي بنسميها كمان مرة الليكسيكال يونت هذا بنسميه الكونسبت اي دي هذا بنسميه الجلوس ها؟ هاي شو بنسميها؟ سيمانتيك ريليشن ماشي؟ هلا السيمانتيك فيرسس ليكسيكال ريليشن انه كنا السيمانتيك ريليشنز بتوين بين ايش؟ السيمانتيك ريليشنز بتوين كونسبتس بين المعاني بينما الليكسيكال ريليشنز بين الكلمات هلا الانتولوجيز ار مينلي كونسيرند ويز سيمانتيك يعني لو واحد يبني لي وورد نت بس العلاقه جاي بين كلمات نقول له لا 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 هذا شيء احنا ما بنلزمنا ما بدنا اياه ابريفيشن اوف و روت اوف وسونيم اوف هذا كله ما بيلزمنا ماشي هلا هلا يعني لو احتوت الارابيك اونتولوجي او اللينجويستيك اونتولوجي على شويه على شويه ليكسيكال ريليشنز اتس اوكي بس الهدف شو هو سيمانتيك ريليشنز الهدف سيمانتيك ريليشنز ماشي في سؤال لحد هون طيب فشو الارابيك اونتولوجي إذا شو الأرابيك أونتولوجي؟ تتكون من set of concepts set of concepts لكل كلمات اللغة العربية كل الكونسبتس تاعت كل أو مجموعة الكونسبتس تاعت كل كلمات اللغة العربية and semantic مش لكسيكال semantic relations between these concepts هاي هي الأرابيك أونتولوجي شيء العربي كنتوا ترجمونا؟ الكونسيبتس العربية والعلاقات المعنى بينها بس واضح؟ هلا كيف بدنا نبني العربي كونتولوجي؟ لو بدك تبني شو بدك تساوي؟ كل الكلمات تجيب كل الكلمات والكونسيبت بعدين بتجيب تجمع معاني كل كلمة من هذول الكلمات وبعدين بتحط علاقات بين المعاني هلا أني أهم علاقة أهم علاقة في في هاي الأنتولوجي اللي هي السبطة قد تحتوي على الأرابيك أنتولوجي قد تحتوي على عدد بغض النظر يعني نقدر نحط أي سيمانتيك ريليشن ليس هناك ما يمنع بس أهم شيء عندنا شيء هي السبطة هسا السبطة شو بتعمل؟ بتعمل الشجرة من إيش؟ مش شجرة معاني مش شجرة كلمات اللغة العربية على يسرى شجرة معاني الكلمات العربية مش شجرة كلمات اللغة العربية ملاحظين؟ طيب السبتايب ريليشن هانو شو اسمها؟ سبتايب ريليشن بالوردي شو اسمها؟ هوبونومي هلا شو هناك كيف بكوا يعملوا شو يعني هوبونومي؟ بقول لك إذا اتفق الانجليز اللي بيحكي انجليزي اذا كبل انه نايل از كايند اوف ريفر وريفر از ا كايند اوف ستريم هذول هم بناء على هيك اذا كبل اللي بيحكي انجليزي بس هون ليش انا شو يعني هنا شو معنى سبتايب ريليشن سبتايب ريليشن كل الانستانس انه السبس شو هي سبست هي ماثيماتيكال سب تايب ريليشن في الـ في الـ في الـ في الارابيك اونتولوجي ات از ماثيماتيكال ريليشن
It's a subset relation. مش شو بيكبروا العرب اللي بيحكي عربي ولا شو بيكبروا اللي بيحكوا It is a subset relation such that إنه كل instances لهاي لهذا الكونسيبت هم كمان instances لهذا الكونسيبت. يعني هلا بنشوف كيف. يعني هاتوا ناخذ العالم هذا كل العالم ونحطينا عليه كل الانستنسز لكل شيء في الدنيا. كل الانستنس يعني كل شيء كل الانستنسز لكل شيء. هلا جينا وقلنا اعمل دائره حول ايش الاشياء اللي منظم بصوره منهجيه. كل شيء منظم بصوره منهجيه ها يعني بنسميه ترتيب. حط هذول الانستنسز ايه مثلا على 1000 دونم ها وبعدين كنا طلعنا في هاي الألف دنوم كنا بالله تجيب لنا تحط لنا هذول الأشياء مش بس مهم بس منظمة بصورة منهجية لما بتكون جنب إلى جنب حطهم إيش حطهم لحال. يعني هذول شو بسميهم مصفوف. على فكرة هاي هذول صح بنسميهم ترتيب دائرة هاي بس قد يكون في أشياء أخرى اسمها ترتيب اللي هي موضع ضمن موضع الشيء ضمن نسق معين. شو ترتيبك بالصف؟ فهمت علي؟ معنى ثاني. طيب لو احنا هون جينا قلنا هاي إذا أشياء هاي كل لاحظ هاي كل الانستنسز اللي في الدنيا هاي كل الانستنسز اللي منظمة بصورة منهجية هاي كل الانستنسز اللي منظمة بصورة منهجية وكمان جنبها. وكمان ايه جنبا الى جنب كنا جنب الى جنب مش كلها بدنا اياها بدنا قسم منها اللي جنبا الى جنب واللي بيكون على صورة صفوف واعمدة. هذول الاشياء يعني زي ما بنقول كل الحيوانات توقف على 1000 دنوم بعدين كل الثدييات توقف على 500 من الألف دنوم بعدين كل الإنسان يوقف على جانب بعدين كل الأنثى توقف على جانب. ملاحظين كيف؟ هلا وإحنا هون إذا هذول أشياء إذا هذول أشياء منظمة بصورة منهجية جنبا إلى جنب على شكل صفوف وأعمدة صح؟ كنا أعطيها عناصر الكيمياء اللي هذول اللي 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 نظم بصورة منهجية وكمان هم عبارة عن عبارة عن عناصر كيماوية مرتبة حسب أوزانها الذرية حط حواليهم دائرة واللي مرتب فيها أيام السنة حسب تعاقبها الزمني حطها على جنب وهل هم جرة شفتي يعني شو عن دائرة شو عن سبسي مش حسب شو بقولوا الناس is a kind of ماثماتيكال بيور ماثماتيكال. هلا احنا مش بس هيك لاحظ طبعا بتقبل انت الانهيرتنس بينهم مزبوط لانه ليش لانه كل واحد بكلب الدائره هاي معناته بكلب الدائره هاي معناته لها نفس الصفه. ملاحظين اتحاد مرات الكل لا غلط اتحاد هذول بيعطي كل بيعطي هاي اللي بعدها لا لاحظي يا مراه انه في اشياء في اشياء هون وهون مش في ثلاثة واربعة يعني في انواع بجوز يبقى في اكثر من سب تايب مش اتحادهم بيعطي الكل لا غلط بس المفروض انه الاشياء اللي برا الدائرتين يكون تابع لدائرة ثانية يعني لا. تابع لاشياء يعني لا هو تابع لجدول لا هو تابع لهاي تابع على جدول يعني هاي عبارة عن جداول لا هي اجندة ولا هي جدول دور تبع على شيء ثاني تبع على جدول قصدك ثاني لا مش شرط قصدي ثاني غير ثلاثة واربعة قصدك اشي شو تعرف الاتحاد بالماثماتيكس اتحاد شو تعريف الاتحاد بالماثماتيكس انه شو اتحاد ثلاثة واربعة هل الستة تساوي ثلاثة اتحاد اربعة هل الستة تساوي اتحاد ثلاثة واربعة لا اما انه ثلاثة واربعة كل اللي فيهم موجود في ستة مش اتحاد. طيب
هلا الهوبونومي في الوورد نت اتس كلوز تو بات نوت ذا سيم از سب تايب ريليشن. احنا هنا ركز يا عمار انك تشوف الفرق بين الانتولوجي وورد نت. ان الانتولوجي شيء ماثيماتيكال لوجيكال، هي مش بس العربي انتولوجي، كل الانتولوجيز هيك، بس الوورد نت هو شيء ابروكسيميشن. ايش اللي اعتبرته بروبلم هناك كنت تتفاداه؟ هو مش قصه تعتبره بروبلم ولا لا، قصه انه هون الانتولوجي فيش مجال تكون سب تايب ريليشن او تكون سم ريليشن ما تلقاش ماثيماتيكال او لوجيكال. ها فهي عباره عن فيري ستريكت ريليشنز في اللوجيك. طيب ابروكسيميشن يعني على الهوبونومي الورد نت دكتور، يعني ابروكسيميشن على الهوبونومي بقول لك يعني اذا واحد بيحكي انجليزي كبير انك تسمي الاشي كايند اوف انا بقبله، بس احنا هون لا مش من هذا المعنى. مش اذا واحد انجليزي كبير احنا بنفكر، احنا اي اشي بدك تحط علاقه بين علاقه جنس من بين هاي وهاي تكون في ماثيماتيكال لازم يبقى، لازم يبقى كل الانستانسز اللي موجوده هون موجوده سبسيد. كل الانستانسز تاعت هاي هي كمان انستانسز هون، واضح؟ هلا يعني انت بنحكي دكتور الوورد نت، معلش عشان مستخلف تفضل. الوورد نت هو لوز يعني انطولوجي ومش انت او طبعا يعني هيك بشكل هلا هلا ابروكسيميشن ابروكسيميشن انطولوجي او يعني ممكن يعني هو انطولوجي فيها مشاكل كثير، فيها مشاكل فيها تقارب. هلا فالهوبونومي في الوورد نت اتس كلوز، يعني هي قريبه مش بعيده، بس بصراحه هي اول، هي اول مشكله. هلا بورجيكم مشكله ثانيه. هلا في الثيزوروس، في عالم الثيزورا في شيء اسمه جينيريك وسبيسيفيك، يعني علاقه العموميه والخصوصيه نسميها، معنى اعم ومعنى اخص. بصراحه هذا كله كلام فاضي، يعني هاي سرون هاي، يعني واحد مش فاهم شو العلاقه، يعني واحد بيحكي ومش فاهم شو العلاقه معنى اعم ومعنى اخص. فيش شيء اسمه معنى اعم ومعنى اخص، في شيء اسمه سبست ريليشن، بدي تعريف واضح 100%. شو يعني معنى اعم ومعنى اخص؟ يعني شوف يعني بقول لك الصحراء والجمل معنى اعم ومعنى اخص، في بالاخر تطلع. فبدرسوش المعاني بطريقه عميقه. سو ذي ار نوت، يعني زي واحد بقول لك ال زي مثلا المي والمحيط معنى عام ومعنى اخص. نو no, غلط. المي والمحيط معنى عام ومعنى اخص. لو بدي تحللها عنا تلك انه المي جزء من المي جزء من المحيط. اذا اذا مش اذا مونومي مش 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 هوبونومي، يعني مش سب تايب مش بارت اوف. anyway في امثله كثير. طيب في شيء ثاني اسمه بروبر سب بروبر سب تايبس. بروبر سب تايبس معناتها بتعرف شو معناتها بروبر سب تايبس؟ اه انتم دارسين وارين ايش يعني بروبر سب تايب؟ بروبر سب تايب انه مستحيل هاي وصلنا لدرجه ان الانستنس تبعون هاي يكونوا ايكوال في حال الحالات لها، دائما هاي اكثر ولو عنصر واحد. طيب هلا نيجي نسال السؤال شو هم الكلمات او سوري المعاني اللي وين جايه؟ اه عبير على الروس، على الراس فوق الشجر. هذول انترستين الواحد يشوف. وهاي بيجي هون اللي بيشتغل معي على هذا الموضوع مية رنا رنا رسماوي. هلا هلا هذول اكرمكم اياهم. اول احنا بس ثلاث حاطين احنا، لانه يعني بصراحه بتوسعش 10، يعني انه بدها ورقه كبيره جدا جدا. شو اسم اول واحد فوق اللي هي الست اوف اول انستنسز اللي استتبعونها اللي هم انستنسز لكل شيء، يعني اي انستنس بيجي فيها اللي بنسميها كينوني او انتيتي. طيب بعدين في خمس، بعدين في خمس اشياء تحت بتيجي. اليوم سميت لكم ثلاث، انا منهم ثلاث. في عندنا شيء اسمه كائن، كائن
اللي هو بيجي منه نوعين، تحته بيجي نوعين، كائن في زيادة مادة وكائن اعتباري. كائن وفي عندنا مجرد ابستراكت زي فئة، موقع، فكرة، كمية، صفة إلى آخره. في عندنا معاملية بروسيس، إنتاج طاقة، حركة، تعبير داخلي، تغيير داخلي، وهرم مجرة. في عندنا إشي اسمه خاصية وفي عندنا إشي اسمه معلومة أو information realization. بتزرع الشجرة. هلا هلا طب انتوا كيف قررتوا هدول الاشياء؟ ايوه هذا السؤال بجاوب عليه بعد شوي لانه في عنه ثلاث اربع سلايدز. هلا اللي بس بدي اقوله انه ذا توب ليفلز كيف قررنا هذول جروا. احنا في شيء، في شيء اسمه ابر ليفل اونتولوجيز، في اكثر من ابر ليفل اونتولوجي مشهوره عالميا، شيء زي اسمه سومو وفي شيء اسمه دوتشي. ها هذولا يعني وكانهن لانجوج اندبندنت، مش معمولات للغة، وهذولا ارتفيشال. يعني هلا هون الوردنت على فكرة ملوش علاقة فيهن، هذولا مبنيين للابليكيشن انتولوجيز. يعني فالوردنت ما استعملش ابر ليفل انتولوجيز، انجاز التعبير الوردنت ما استعملش ابر ليفل انتولوجيز. في الاخر هلا بقول لكم كيف حاولوا يرقعوا شغلة. هلا بالعالم الانطولوجيز هذول الثنتين مشهورات انهم هذول الطوب ليفل في كل شيء. احنا رجعنا سوينا، رحنا جبنا هذول الطوب ليفلز. على فكره الدوتشي بس هي عباره عن 78 كونسبت بس صغيره، بس هذول الطوب الطوب. سومو فيها 6-700 بس هذول برضو طوب طوب. هلا جبناهم ودرسناهم بالتفصيل، أو خلينا نقول بناء منهم عملنا درايف، بس مش بالضبط لحال منهم بجهد برضو، إن هذولا مش معمولات للغة ولا أي إشي، بس من هناك انطلقنا نبنيها. فلذا كله هذول very careful. يعني هاي أخذت حوالي شهر نقاش أنا ورنا ووسيم وزملاء آخرين، هل نستعمل كلمة شيء ولا نستعمل كلمة كينون؟ شيء ولا كينوني؟ كينون طبعا. وربنا قال وكن فيكون شيء. وربنا قال ليس كمثله شيء. اه صح. يعني اسمع لو تناقش رنا شيخ رنا هي؟ اضطرب. في دراسة فلسفية وتاريخية لمعاني وكلمات اللغة، طبعا كل ما زدنا فوق كل ما زاد النقاش، كل ما زدت لتحت بكل النقاش. ها ليش اخترتوا كينوني مش يعني كانت اعم. ها هلا على كل حال كل الارابيك انتولوجي وين جاي؟ طبعا هذول تخيلهم 10 ليفلز جاي وين؟ تحت ال 10 ليفلز. يعني كل شيء بيجي من تحت ماشي. عدد هاي حوالي 550 كونسبت. فكل شيء جاي من تحتهم. هلا ليش بدنا اياها هاي؟ بدنا اياها لان هاي هي لب الشغل كله. هاي اذا عملناها وعملنا كل شيء تحتها بنقدر نكتشف مشاكل، اغلاط ممكن احنا نساويها، ممكن نكتشف اغلاط. وهلا بنشوف بعد شوي بنشوف كيف. فهي بتتحكم، هي بالنسبة لنا evaluation، هي بالنسبة لنا بتحكم الكوركتنس، تحكم صحة كل إشي. يعني هاي كلمة في اللغة العربية لازم تمر ضمنها بالآخر، لازم تبقى تحت هذول، لازم تبقى تحت الليفل العاشر. فاليديتر هاي. أيوة هي فاليديتر. هلا الإشي الثاني الجلوس اللي بيميزنا كمان عن اللغة. سوري نزيد أحكي شغلي. هو بالنسبة للوردنت إذا بتكون تقارن مع الوردنت، الوردنت انبنى بدون رجوع الى اي شيء فلسفي، بدون الرجوع الى اي شيء فلسفي، بس انه شعور اللي بحكي انجليزي this is a kind of accept yes ضلوا يطلعوا ليك يوقفوا هناك. بس هذا مش فيش اي بروف فلسفيه له. هلا شو اجوا بعدين اشتغلوا جابوا الصومو وحاولوا يحطوا الصومو مش فوق التوب بيجنرز، بس حاولوا يحطوها نقول ورا التري تبعته. يعني كل نود في التري، كل النود حتى اللي تحت ربطوها مع سوم مع السوم، مع نقطه في السوم.
هاي فلسفي بتصلحش منيح وما بقدر احطوها فوق. على كل حال احنا نعتقد انه يعني فلسفيا انه الارب انتولوجي الصح من مش فلسفيا بلا فلسفيا لا هاي فلسفه هاي بيور فلسفه. طب فيش شيء اسمه فلسفه ما مش فلسفه هاي يعني ديزاين ويل ديزاين نو ابسولوتلي نو اقول لك ليش هاي فلسفه اقول لك ليش فلسفه لانه بدك انت تفهم انه كل المعاني اللي بتخطر على راس الناس في تصور الناس ما بتتصور اشي ليس مجرد ليس كيان ليس معلومه وهذا تثبت. طيب هذا وكل هذا ديزاين هذا يعني بحث رائع ديزاين كويس شو علاقته بالفلسفه؟ كيف؟ ما كله فلسفة هالساعات بيجي شوف هو شيء فلسفي هو بيجي عن كونسيبت ما أخذ كل الوضع إيش شغلات رئيسية ما هو طلع مش حسب ديزاين هلا ما هو هذا بصف شو معناته فلسفي هلا الفلسفي هي عملية تحليل بس يعني هاي مش ديزاين اوكي سميها ديزاين بس هلا انت لما تيجي تشتغل وتتحير انه تحط هاي ولا هاي يعني هل نحط اشي مادي ما يعني في سومه مثلا مادي مجرد ما كفى يعني ما بكفي لا في اشياء في الكون اشي غير مادي مجرد في عمليه ايه وكمان في اشي اسمه يعني المعلومه ليس يعني قصدي اللي هي خلينا نقول انفورميشن رياليزيشن زي نموذج هي نموذج او اجراء الاجراء نفسه هي ليست عمليه هي ليست مجرد هي ليست شيء مادي هي ليست كيان فالوصول لهي الاشياء اللي انت كله هي في نوع من التحليل العميق للاشياء طيب anyway الجلوس هلا انا مش حعلمكم تسووا كيف الجلوس لانكم درستوا شو الجلوس مزبوط بس احنا فيري ستريكت في الجلوس شو الجلوس اتس ان اوكسيلري انفورمال but controlled account for of the intended meaning of a linguistic term وكنا هي مش هي to render knowledge that is critical to understand the concept but not to catalog information general information or comments the gloss is something is very strict وهي الرولز درسناها في محاضرات سابقة الرولز كيف نساوي good gloss وهي احنا very very strict فيها اخذناهاش مش صح لا الويرد نت جلوسز دو نوت فولو ساتش اونتولوجيكال جايدلاينز كمبيوتر از صح اللابتوب اخذناها ستور ارتكيوليشن على الماري از ابورتبل كمبيوتر ابصر ومن ايه البطاريه على فكره هاي 100% بيجي على هسه يعني في الشامل اجاهم سؤال في حدا منك كده مشان هون لا في الشامل اجاهم سؤال اكتب جلوس وبس بصلح انه كيف كتب الجلوس هاي على فكره اكثر اشي دربوا حالكم عليها لانه 100% بيجي عليها اسئله وغالبا بتفكروا حالكم انك تكتب لي اي شيء بوافق عليه يعني شو تعريف درايفنج لايسنس وهذا بقول لي اتس ا بيبر تو درايف ا كار بحيث لما جبنا عبرك جبنا هيك بس تركي من الحاله بدون ولا شيء بقول لك انسان شو بكتب بس هيك بس طب غلط ثاني عارف مثلا لا ما بصفي نفس الشيء بحس نفس الشيء برضه بجيب يعني بجيب الشيء اللي نقول مش مثلا بجيب الكلمات اللي معروف شو بس بدي اشوف مش بس كيف بتكتب وكيف بتفكر في التعريف لحظيا هسه الورد نت جلوسز دو نوت فولو ساتش اونتولوجيكال جايد لاينز ديما بتعرف تكتب جلوسز هلا ضلك كل ما جربتش المحاضرة الماضية حي ايش حكت ديما كانت انا هلا بشوف بقدر احس الجلوس منيح ولا لا بس بقدرش اكتب ما جربتش كيف صرت عن ال هلا لاحظ حلاوة الجلوس هون شي هي
هاتوا مش هيك عليك جدول شو كاتبين احنا؟ مصفوت بيانات مكونة من صفوف وأعمدة. بدك راها قراءة ثانية هسا. لاحظوا شو بتختلف هاي عن هاي؟ إنه هون الأشياء بيانات صح؟ هون ترتيب الأشياء جنبا إلى جنب صح؟ هون شيل الأشياء عبارة عن بيانات. هلا عبارة عن بيانات أوكي وجنبا إلى جنب صفوفهم هي صفوفهم أعمل حالة خاصة من جنبا إلى جنب. هلا لاحظ فهي هاي كنا مصفوفة مصفوفة بيانات مكونة من صفوف أعمل. طيب هذا فيك مصفوفة نجيب التعريف هون نحطه مطرح كلمة مصفوفة يعني نجيب تعريف مصفوفة ونحطه تحتها شو بنقول؟ ترتيب بيانات جنب إلى جنب على شكل صفوف أعمل. طب هات نجيب كلمة ترتيب بنحط تعريف كلمة ترتيب تنظيم بيانات بصورة منهجية جنبا إلى جنب على شكل صفوف أعمال. تخيل إنك أنت بتعمل جنريت أصلا أو بتعمل هي أنت مجرد إنها أنت حاولت تقرأها بعدة قراءات تقدر يعني هلا ونجيب كمان كلمة تنظيم ونرد نحطها ونرد نجيب أنا صارت نفس السؤال بتضل هون بنعمل فاليديشن لصحة اللي بنعمل فيه ملاحظة؟ طيب شو الفرق اذا بين العربي كونتولوجي والويرد نت يا عمار؟ العربي كونتولوجي عم بتبع في فلسفي واضحه المعالم في الـ في هذاك في عنده كايند اوف يعني زي ما مصطلح اول شيء احنا اول شيء احنا بنركز خاصه عشان الجلوسز بنركز على الانترنسيك بروبرتيز فيش اكسترنسيك الجوهريه طبعا هذا شيء التصنيف حسب الصفات الجوهريه All types are rigid ما احنا مدرسناش معنات rigid بس يعني هاي اشي برضو بعلم الفلسفة معروف شو rigid و unrigid و semi-rigid و anti-rigid منركز بسمي على rigid properties The top levels is derived from top level ontologies وهذا اشي فلسفي وبالتالي philosophically Arabic ontology إلها foundation يعني إلها تأسيس فلسفي أكثر من الوردنت بجد وردنت تأسيسها جاي سايكولوجي ولغوي اكثر هلا ستريكتلي فورمال شو يعني وليش ستريكتلي فورمال هاي انس ليش العربي اونتولوجي ستريكتلي فورمال ذا الماثيماتيكال شارب لانه ريليشنز بين ريليشنز بين ايش باخذ الماثيماتيكال ايوه الريليشنز بين المعاني يا ماثيماتيكال ريليشنز مش لينغويستيك ريليشنز مش شو بيقول ال طيب والجلوسز الجلوسز the content and the structure of the glosses is strictly based on ontological principles أو guidelines اللي درسناه صح ست guidelines طيب هلا ما حدش منكم سألني سؤال وين العربي الأنتولوجي موجودة هاي عربي كونتولوجي طب كيف بنيتوها؟ كيف بنيناها؟ شو بيشتغلوا طيب؟ شو بيشتغلوا؟ انت حكيت جبنا اساس الكلمات كلها بعدين جبنا هاي التوب بعدين التري هاي التوب وبعدين الطلاب اللي بيشتغلوا بعدين صرنا نجيب كل تنزل بالتري عمل كلاسيفيكيشن لكل كلاسيفيكيشن كل ان شاء الله بدنا نجيب حدا نقعده بفهم باللغة والفلسفة والمنطق نوظفهم ونكعدهم كل واحد يجي يعمل وش بتعمل؟ عارف كداش بدنا هيك؟ يمكن تشتغل على 6 سنين 6 سنين؟ ولا 50 سنة بخلص طب لو كيف شوف عندك هاتنا شوف يعني شوف في لوجيك بدك تمسك كل كلمة وتشوف وين رايحة نيجي على دومين مثلا ما بيها اوتوماتيكلي سيمي اوتوماتيكلي سيبها اوتوماتيك سيبها اوتوماتيك هون شطارتنا ولا الاي تي ولا هذا بصف خلص مشروع في كلية الاداب ليش حطوا كلية الاي تي؟ ليش هون؟ عشان في اوتوميشن للموضوع هات نشوف في 4 ستيبس يعني هو مش بالضبط احنا ماشيين على هذا الستيبس يعني بس في 4 ستيبس اول اشي اول شيء بنعمل مايننج لقواميس بنروح من لم قواميس
ها؟ عم بشكل الكواميس هلا بورجيكم بنلم كواميس اللي فيها كونسبتس وغلوسز و سواء كانت هي مقاومس متخصصه او عامه مش مهم عنا ومندب في هالداتابيز ده وهذا شيء اوتوماتيكلي في صار عندنا من لحد هلا 75 جلوس متوقع باخر السنه هاي تعال بسرعه همت ديما بجوز نوصل اخرى تقريبا 150,000 بعرفش ارقامها مش دقيقه كمان بس ايش عندنا ماكينه بتحصد ايش في الجلوسز الماكينه هاي نحكي لك مصطلح الماكينه هاي شو هي الماكينه شو هي الماكينه هم عباره عن طلاب الجامعه طلاب الجامعه شايفين اعلان عن وظائف جزئيه للطلبه والمهتمين يصدر برنامج الحوسبه ماجستير الحوسبه في جامعه بير زيت الاعلان عن من الوظائف الجزئيه للطلبه والمهتمين حيث لا تتطلب هذه الوظائف التواجد في مكان العمل ويتمكن الجميع من انجازها في البيت تاتي هذه الوظائف ضمن النشاطات البحثيه الهادفه لاتمته اللغه العربيه وتتركز حول ادخال طباعه ومراجعه كميه كبيره من الكتب والمصادر والمعاجم العربيه ليتم معالجتها اليا بعدين نعطيه مكافاه صغيره او نعطيه بسموه ايش ساعات عمل تعاوني عندنا كميه ضخمه من القواميس وايش وبنبدا نعمل مايننج هلا مش كل القواميس مزبوط عندنا ها على فكره عدد قليل اللي بزبط بس احنا هسه جمعنا حوالي 60 70 قاموس يعني هذا قاموس الوجيز هذا ما بنفعش اقرب الموارد بنفعش معجم مصطلح الاصول بنفعش معجم البلدان بنفعش المعجم الاسلامي المترادف والمتوارد موجود هون هي فوق عندك شمال متوازن عندك شمال فوق فوق اطلع 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 معجم الحاسبات المضبوط ليش بنفعش بدنا نعرف ليش بنفعش ليش بنفعش حاسبات معرفة القانون مصطلحات القانون الخاص ليش بنفع وليش بنفعش أول إشي بده يبكى بركز على المعنى معظم القوامي زي الوسيط مثلا هذا في إشي فيه شو تعريف أكلة أكلة يأكل أكالا الآكل هو كل كذا والمأكول كالكذا كيف لا جلوس ولا معنى ولا في سيمانتكس ها ولا في سيمانتكس مرة يعني انتو بالله تلكوا لي كوابيس فيها جلوسز نادر جدا 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 او تلك الجلوس ثلاث صفحات مرة اللي هو هذا كله هيك ثاني اشي احنا مندور على مرات مالتيبل مينينجز بديش يعني يبكى دامج تعدد المعاني يبكى مدموج جدول طيب وين كلمة النهر الصغير مش مكتوبة وين كلمة مصفوفة بيانات مكونة من صفر مش مكتوبة يبكى مخربش الأشياء ببعض يبكى يعني إيحاءات المعنى هلا هذا كله بالفاش معنا بعدين الستركتشر تاعه كيف منظم ممكن يكون مهم عندنا ها هلا على كل حال الكينا احنا كواميس الكينا كواميس فيها بلوسز والكينا كواميس يعني فيش فيها تعدد معاني بس فيها الكلمه وتعريفها بس ايش مثلا هاي في القانون الكينا قاموس ثاني في الكلمه وتعريفها هذا الطب الكينا قاموس ثالث في الكلمه وتعريفها في الرياضه مش مشكله بندبهم كلهم مع بعض هلا اذا الكلمه نفسها اطلع تعدد معنا بس الكواليتي هون تاعت الجلوس لا زالت سيئة نعالجها بعدين هلا جمعناهم اذا شو صار عندنا احنا هاي طلعوا هون صار في عندي مجموعة من 30 40 50 150 الف كونسبت عربيات الكلمة بس فيش بينهم علاقات كيف بدي ابني العلاقات بينهم شو رايك يا عمان
اها انس بدك ناس بفهم اللغه ايش ادباء يعني شغل مانيوال لا هذا بدهاش مانيوال بدها واحد بدها واحد بيكره اللغه زي حمام سماره مثلا ولا زي وليد ابو صلاح او زي انس طب شو بده يعرف الاوتوميشن انه هات الترتيب ومصفوفه ولا مصفوفه هات شوف هلا هاي العرب هاي الانجليزي صح شرحت يلا مرام تاخذ الكلمات العربية حولها للانجليزي بتشوف كيف عنهم مش بحولها هلا هاي شيء ايه هون عبارة عن جلوس مزبوط عبارة عن جلوس على فكرة كتابته سيئة مش جلوس بالمفهوم اللي انا بعلمكم اياه ها كتابته سيئة هاي كونسيبت شو اساوي عملنا شيء اسمه ماتشنج فانكشن بواخذ هسه بنحكي عنه بمعنى اخر نوجد اذا ايه نوجد شو لك بيبلانها اوتوماتيكلي نعطيه تعون العربي برجع لنا المقابل تبعهم بالانجليزي شو المقابل يعني نعطيه الجلوس بالعربي بيعطينا مش بترجم لنا اياه بروح على الويرد نت بيقول لنا اي كونسبت يعني اي سنسيت يعني اي جلوس إيكوال لها وإذا صار عندنا هاي الحالة شو بنقدر نقول؟ إذا صار عندنا إنه C إيكوال D و A إيكوال B إذا C مع A إذا C سبستيتوت C شو رأيك؟ زبطت؟ ها؟ هيك بنبنيش كل العلاقات ومش شرط صح ومش شرط هاي الخط الأزرق مزبوط صح ففي عنا ستيب ثاني اوتوماتيد عشان تحل المشكله بس على فكره هذا الماتشنج فانكشن شو انا السلايد اللي بعده الماتشنج فانكشن هذا هسه بيجي بقول لي بتقول لي مثلا اسراء طب ما هو انتوا تجمعوا بكواميس طرت لي كلمه جرور لقيتها بقاموس السياسي وكلمه جرور لقيتها بقاموس ايه طبعا هون لها جلوس وقاموس الصحة لقيت لها جلوستان طب هو قد تكون ايش نفس المعنى بس مكتوب ب كلمات اخرى كيف اطولهم هذول يعني نسميها دبلكس في الكونسيبت بس كل كونسيبت مكتوب معبر عنه الجلوس تبعه بطريقه اخرى كيف اطولهم نفس الماجيك فانكشن بعمل بكون هذا انا اقول لكم فلان تبعته من هذول نفس الماتشنج فانكشن لمنا هذا بعدين بدور انو ليكويفلنت مش هذا بتعطي هذا بقول لك انو ليكويفلنت هون عشان اكتب لك هاي كله هاي حط كل هذول هون يعني معنا اخر دور بينهم تلك طيب على كل حال هاي الماتشنج فانكشن الماتشنج فانكشن بلشنا الكلام فيه طبعا تطور كثير جدا تطور بس بلشنا من ايام همام ومعاذ وسمر اللي بيعرفوهم بلشت الفكره من هناك يعني ما كانش الاكيوريسي منيحه بس شو الفكره تبعته انك بتعطيه جلوس بالعربي وبتعطيه ال 117000 جلوس تاعت الورد بتقول له ادور لي على اشي والله تقول لي اني يكون هاي بلد لها حدود معروفه وشعب وفيها حكومة ومؤسسات منظمة هذا المعنى equivalent لأنه معنى هون politically organized body of people under single government على فكرة هاي مش ترجمة لها هاي طالع هناك هاي طالع هذا مكتوب مش لحاله ها هيك نكاه وطالوا هذا موجود فعلا هون هذا مثال حقيقي هذا الماتشين فانكشن الاكيوريسي تبعته لحد بالسابق كانت قديش 90% لا مش منيح لا سيئه جدا مزبوطش عندنا 99% احنا وهلا بنشوف فهلا قبل ما نشوف قبل ما ندخل بكلبه هلا اذا هلا بنجيب قبل ما ندخل بكلبه شفتوا هاي الطب ليفل اونتولوجي هلا في عندنا ستيب احنا بنسويها مانيوال منجيب كل الكلمات تبعتنا المصطلح سوري الكونسبت اللي عندنا نربطها ويا نربطها هاي الستيب بنسويها مانيوالي هاي مانيوالي كل كونسبت
في الانو كونسبت مربوط في التوب ليفل هاي ماني ولا بس هذا ما بكفي ما هو بصير هاي ليفل 11 صح فانا كيف بدي اساوي بدي يعني قد تكون انها ايه هاي يعني قد تكون انها جي جي سب تايب من ايه لا لازم امحى هاي وهي احط هاي هون صح بس شو بعرفني تعمل الخطوة هذيك قبل ايوه هلا بكون عامل الخطوة هذيك قبل بكون عامل الخطوة هاي بغض النظر هنيك قبل مش مهم وش الخطوة هلا بين عنا هاي الحالة هذول مانيولي وهذول سويناهم بالماتشين فانكشن شو بتكتشفوا هون شو بتكتشفوا هون اول شيء هاي غالبا ما فيش داعي لهاي الخضره هاي واحده هاي ولا هاي غالبا ما هاي اللي فيش لها داعي صح طب هاي برضه خلاص بلا فيش هذا غلط ليش؟ لأنه شو أبو هاي وشو أبو هاي بعاد كثير عن بعض شو جاب رجاب؟ هاي عبارة عن شيء مجرد وهي عبارة عن معلومة شو جاب رجاب؟ معناته هاي الخطة هاي لما سوينها أوتوماتيك لا ما هي ماني ولي هديك هاي ماني ولي هاي صح بس هيك مش براكتيكال لأنه أنت بدك تعمل لكل النود ماني ولي بس بدك تعمل الخطوة اللي قبل أوتوماتيك بصفي عندك مجموعة تريز قصدك هاي أول بضل عندك مجموعة تريز بتحط الروس أنت ما هي هاي تمام هي نفس الشيء نفس النتيجه بس صفت هيك بتقدرش تميز الكيس اللي صار بتاعك كمان مره فهمني اياها اطلع اشرح الحين انت بتعمل اول شيء الاوتوميتد كيس تاعت انه اتش بيلونجز تو سي وجي سب تايب سب تايب بعدين بتصير تشتغل مانيولي على الروتس تاعت التريز هلا هاي كنا اوتوماتيك وهاي هذول مزبوط هذول مانيولي بتصيرش تشتغل مانيولي على كل النوت بصير تشتغل بس على الروتس تاعت التريز مش فاهم علي اوضح انا شو اذا هو يعني الليفل هو قصده الليفل اللي تحت الروتس هدول هو اللي بتشتغل عليه مانيولي مش كل شيء لا الروت يعني نرجع للسلايد هو دكتور حكى هيك شو حكى دكتور انه لما حكى عليك الليفل اللي تحت ال 11 مانيولي انت بتشتغلني هون السب تايبس ريليشنز بصفي فيش داعي انه اشتغل مانيول على سي بشتغل على الروتس ممكن تعني انه هاي هذا غلط واكتشفت انا غلط بحكي لك هي صفه كونفليكت انه لانه حكى انه مش بس على الروتس بشتغل على هذا هيك بدي هيك بدي هيك بدي افترض انه صح الاوتوميشن صح وهذا كلام مش صح هو على كل حال صراحه هو كله هذا مش صح مش صح لا 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 هلا انت حسب الحالات يعني اقابل لانه شوي مرات حسب الحالة لا المانيو صح ليش انا بفترض المانيو صح لازم لا المانيو صح الاوتوميشن يعني هو مانيو صح بس انه مش براكتيكال تشتغل على الاوتوميشن لا لا على فكره سريعه جدا لانه احنا اي نود مربوطها مع بس واحد من العشرة من الخمس يعني جزء لو لا لا الليفل العاشر بس يا دكتور اذا توافق المانيو مع الاوتوميشن زي الجي الجي والاي توافق الاوتوماتيك مع المانيو على كل حال اللي عنده مشكله يروح يعمل ثيسز ولا سيمينار بالموضوع شايفين فبالتالي انه انا هذول اكتشفتهم خطا ملاحظين هلا الستيب أربعة من كلهم اوكي بعد ما بنينا الشجره شفناها عيدوا صياغه للغلوس وهون في كثير اشياء كثير جدا لازم تنعمل مانيوالي بكت شو اسمها هانيا كانت في السيمينار تبعها انسحبت وانه ايش انه نيجي على الجلوس اللي جبناه من القاموس ونحاول نكتب اشياء نمحاها لانه زي هيك بيبدا شو بيبدا عاده القواميس بيبدا هو عباره عن هو مصطلح يطلق على طب هذا كله كلام امحى 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 فباترنز بدك تدور على باترنز عشان بس تمحى طب ما حط كل شيء ما هي لا تساوي الجوريثم رولز هو هي رولز يعني كل فايرنج رولز شو يعني باترنز لا اللي بتوقع سحبت السيمينار لسبب انه ما قدرت تعمل يعني صارت في الاخر الموضوع زي طب اوكي بسوي ريبليس مايكروسوفت وير انا اوكي عمي زبط اعمل الرولز لازم يكون في اوردر لانه مرات في اوردر تدور مع رول ثانيه على كل حال هذا موضوع يعني انه الجلوسز الفكره هون الفكره اللي كنا بدنا نسوقها
الفكره اللي كنا بنسويها انه الجلوس هيز ممكن نعمل لهم اوتوماتيك كليننج بس مش 100% بيساعد. لحظه طيب الماتشنج فانكشن خليني احكي بشكل سريع جدا. كنا الماتشنج هاي الفكره مزبوط هاي الفكره شرحناها. هلا لاحظ انه احنا ما بنجيبش النتيجه مش واحده مش واحد النتيجه شو هي النتيجه وبرجحهم كلهم بالمناسبه كلهم برجحهم بس ايش مع كل واحد برجع علامه وهذا اللي انا برجيكم اياه هو على علامه. هلا كيف بنساوي؟ لاحظ انه هذا مكتوب بالعربي هذول بالانجليزي شو بنساوي؟ اول شيء بنترجم الجلوسز من العربي للانجليزي مزبوط يا منى؟ اوكي هي بتعرف ليش انا سالت يوزنج جوجل ترانسليت او بينج ترانسليت لان هي سوتها اوتوماتيكلي اي بي اي تاخذ الجلوس ترجمه هاي يعني برنامج هالكد كم من سطر بيسوي لك مزبوط كم من سطر بترجمه يعني تبين ان جوجل ترانسليتر مش دقيق يعني كثير مش مهم على فكره وي دونت كير احنا بدناش نترجم احنا مش هدفنا نستعمل الترجمه عشان تكون بينهم كيف انت كانت ترجمه غلط اكثر اي اذا كانت ترجمه بس غالبا ما بتمشي معنا احنا ترجمنا في اثنين على فكره بعدين بعدها اوجد هيك بنقول اعملنا سيرش دومين بدنا ايش نبحث بال 117000 اوجد لنا ايش سب ست اكل اللي نبحث فيه. الشيء الثالث هاي السب ست اعملها لك ماشي. طيب اذا ترجمنا هاي لهون هاي ترجمه هاي ترجمه جوجل من هون لهون مليح. طيب This step is done easily by Google or Bing APIs. The translation is not always good, but satisfactory. Satisfactory. بقى بكفي بالغلط. It depends on the quality of the gloss. ماشي؟ طيب. بعد ما خلصنا، هلا بدنا نعمل ايش؟ Search domain. بدناش ندور 117000، بدنا ندور في domain معين. Matching the translated glosses into English glosses. يعني هون time consuming والالغوريثم إذا بدنا ندور فيهم كلهم. ها هلا لاحظ انه عاده بيكون معنا من الجلوس بيكون زي هيك بيكون عارفين الكلمه احنا عارفين الكلمه وعندنا الجلوس تبعها مش تبعها يعني الجلوس للمعنى بس لا احد معانيها يعني هون بنعرفين انك عندنا دولي بنقول هي بلد لها حدود معروف فيها الشرق يعني الانبوت على فكره الانبوت مش بس هاي الانبوت شو يمكن في كلمه بحد هلا شو بنساوي؟ بناخذ الكلمة وبنترجمها عشان نعمل السيرش سبيس بناخذ الكلمة وبنترجمها لايش؟ للانجليزي بناخذ كل المعاني تاعت الانجليزي تبعها من وين؟ من الانترنت من جوجل وبينج مثلا فبناخذ كلمة دولة شو رجع لنا جوجل؟ هذول ستيت كونتري نيشن بوليتي لاند الى اخره على فكرة وكان تواجهنا مشكلة انه ما كانش ارجع كثير في كثير كلمات ما كنا نترجم بس هاي اوكي كيف ممكن نساوي هلا رجع كلمة ناخذ الكلمة ونرد نرد ترجعها للعربي بترجع لأكثر من كلمة بالعربي نرد ناخذهم ونرد بدنا نوسع اكثر اكثر ما نستطيع ماشي هلا شو صار عندنا صار عندنا مجموعة من الكلمات صار عندنا الدولة شو جابت لنا مجموعة كلمات هلا هذول الكلمات شو مالهم؟ هذول كلمات انجليزي هذول بنوجد ايش تبعونهم؟ شو بنوجد تبعونهم؟ شو يعني؟ وين نقول هاي الكلمة شو الكونسيبت تبعونها؟ ملاحظين؟ فبناخذ الكونسيبت تبعونها إذا صار عندنا هذا السيرج دومين ماشي؟ ها؟ هاي السيرج دومين هذا عادة 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 في الواقع على فكرة بجوز ناخذ كمان السوبر والسبس لهذول الكونسبتس إذا طلعوا كلال ناخذ السوبس السوبرز والسبس عشان نكبر السبيس دومين يعني بيطلع له 3 4 5000 كلمة هيك مليح
ماشي. انا قررت اخلص هاو ماني ليفلز وي جو تو ماني ليفلز انكريزز ذا نمبر اوف ايرليفنت سنسز صح تو فيو ليفلز لوور ذا بوسيبيليتي اوف فايندينج ذا بيست ماتش فا هاي 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 بدها كومبرومايز بعدين وي فايند ذا مينيمال ولا خلينا نسكيب هلا طيب هلا بدنا احنا عن هذول نعملهم رانك حسب علاقتهم مع ترجمة المعنى ترجمة المعنى هلا كيف بدنا نشتغل ناخذ الكونسبت ها اللي هو ال convert the translated gloss into array of words array of words ناخذ الاوريجينال words والسينونيم تبعون الwords والسب والسوبر تبعون الwords يعني ارجع ل هاي شايفين هاي نيجي نرمي منها الا والذا والاند هذول شو بنسميهم يا ستوب ويردز نرمي هذول الكلمات نحول هاي لايش لاري ماشي اري قديش كلمه واحد اثنتين ثلاثه اربعه خمسه سته اري ست كلمات بعدين بناخذ كل كلمه من السته بنقول شو من السنونيم تبعونها ونضيفهم على الاري بعدين بناخذ كل كلمه من وين على فكره عندي انا سوري اذا كل كلمه هاي الاري هاي الاوريجينال ويرد من واحد لام من واحد مثلا لست هلا هذول السينونيمز من من ام لام هذول ايش السينونيم تاعهم الاوريجينال ويردز بعدين ناخذ السب تايبس اوف ذا اوريجينال ويردز ها هون انا مكرر السب تايبس السينونيم بشكل هذا بجوز في سب وسوبر هون ماشي بصفي عندنا من واحد لوين لبي مزبوط من واحد لبي من هون يعني هون الاوريجينال ويردز هون ايش سينونيمز هون السوبرز هون السبسيتس للويردز لحظه فيش سبسيت وسوبر الويرد هو فيش سبسيت فيش سب ويردز وسوبر ويرد مزبوط بس احنا بناخذها بناء على علاقه المعنى شيء تقدير هلا بعدين من هون كل هذول وتحت شو بناخذ الستينز تاعت من واحد لبي شو يعني ستينز ستينز شو يعني ستينز يعني مثلا كانتري شو يعني شو بتعال كانتريز في كلمة ثانية تدوس كانتريز طيب ديفاين ديفينيشن كل الاشتقاقات ستيمز يعني اشتقاقات يعني شايفين هذول من واحد لبي ناخذ كل الاشتقاقات بوسيبل كلمه ديريفيشنز او ستيمز لهم قد ايه تطلع هالاري ات مايت بي 1500 كلمه ها اور مور The idea is to have the relevant words that one may use. One may use to describe the concept being merged. يعني بناخا هذول هم مجموعة الكلمات اللي مي اللي بده يجي يعرف المعنى بيستعمل منهم هاي السلة الكلمات الطويلة 1500 كلمة لما واحد بيجي يعرف هاي المعنى غالبا ما إيش بيساوي بيستعمل هاي الكلمة هلا بعدين بنعمل كل هذول ال 1500 كلمه سوري هذا 1500 كلمه يعني اللي هي سوري هان شو بنساوي بنعمل هون انا زدت هلا بنعمل ويت نحط ويت هذول بنعملهم مثلا ثلاث الويت تبعهم هذول مثلا واحد هذول نص هذول نعمل ويت شو ويت عارف بنحط رقم هلا بنشوف ليش هلا بعدين شو بنساوي نيجي بنعمل هذا كله رن بقارن باخذ هاي باخذ هذول هذا سيرش دومين لاحظوا مش هذا 170,000 117,000 5,000 جلوس بيجي بيكون هام ذا تيروري او باخذ هاي الكلمه هل وردت هون
إذا وردت في إيش؟ كاونتر. بأخذ الويت وبضيف، يعني بزيد بضيف الويت. وردت بضيف الويت تبعها، وردت بضيف الويت تبعها، تاخذ السهم. هلا ليش الويت هون صار؟ لأنه إذا وردت الكلمات الأصلية الويت أحسن مفروض. هلا بيطلع لنا بالآخر شو؟ كاونتر لكل واحد من هذول، بيطلع مارك لكل واحد من هذول، مزبوط؟ طيب أعلاهن هي أقرب واحدة، مليح؟ هلا هاي النقطة مليح، فاهمين لحد هون؟ في حد عنده سؤال؟ طيب أعلاها لحد هون. هلا شو بنساوي بعدها؟ هذا الكلام ما كفناش، عملنا شيء ثاني. هلا لاحظوا إنه هذول السيرش دومين صح؟ شوفوهم، تشوفوش الأسهم هاي بينهم، تشوفوهاش، شوفوها بدون أسهم. هذول عبارة عن إيش؟ كونسيبت زي من الإنجليزي، مزبوط؟ على فكرة في بينها علاقات سبتايب أوف، صح ولا لا؟ في بينها علاقات سبتايب أوف، ما هي فنيجي نرسمها زي هيك. شو بيطلع عنا؟ بتطلعش عنا شجرة، بيطلع عنا إيش؟ بيطلع عنا إشي لحاله، إشي لحاله، وبيطلع عنا إشي زي هيك، بيطلع عنا إشي زي هيك، بيطلع عنا إشي زي هيك، صح؟ هلا هاي الويت تبعها، بالله تقولوا لي هاي الكيس، هاي الكيس، شايفين هاي الكيس؟ هلا عنا الكونسيبت تبعنا هاي، عمل الرانك تبعه مع بي 90 ومع اي 89 ومع جي 89 ومع جي 78، انت شو بتختاره؟ جي بي بي هي بي بس ما هي على شيء كمان هي صح على شيء بالكلمات هون، مزبوط بال بس كمان كلهم سبتايبس اوف بي. هلا كلهم سبتايبس اوف بي، يعني معنى بي بس ما هو هيك بدك تطلع فوق، بتصير جنرال، بتصير اوريجينال جي، معناتها يعني صراحة إيه جي، لأن أقول لكم إيش إيه، لأنها جاي من الوسط. فخلينا نقول شايفين هاي الويت، نحسب إيش بنسميه سنتراليتي، كل نود هل هاي سنترال؟ هاي سنترال؟ كل واحد بنحسب لها رقم، يعني نعطيها سنتراليتي، يعني في هاي جراف وكديش هي في السنتر، نحسب لها رقم نحط لها إياه. هاي اكثر، هاي بتاخذ اكثر على رقم صح، لانها اكثر شيء كونكتد صح. طيب فنوت السنتر قديش الرقم تبع السنتراليتي تبعها، ونضرب ضرب الويت اللي طلع معانا، يعني المور سنتر من نرجعها اكثر. بس كيف بتحط الرقم؟ مش فاهم انو رقم هذا جاي من هون، الكلمات كيف حطيته؟ مش حسبناها من هاي، هاي ستيب اللي قبل هاي، مش قعدنا نقارن، بترجع للفيديو بتفهميها علينا اكثر. عشان نستعجل هلا هون بنحسب، بنزيد الويت، يعني بنعدل على الويت شوي صغير، هاي بتعمل شويه تعديل على الويت، هي غالبا ما بي احنا من الكلمات بس، وغالبا وبكون الطب بس مش الاول مره. طب شو اللي بخلهوش اول؟ لو تطلع على شكل الشجره تلك انه المور سنتر احسن. anyway تكنوا حالكم فيها بالبيت. سوينا 160 على في الاخر طلعنا على 90%. هلا في اكسبيرمنت قاعدين نسوي فيها على 1000 جلوس لسه ما خلصناهاش. محمد ملحم هاي في بس تو سلايدز عن شغله اللي هو كان كل الكلام هذول اللي انتم سويتوه، الويت مثلا شو احسن ويت نستعمل، فكله بيعملوا ماشين ليرنينج ونيورال نتوركس. هون بده يحسب كل الويتس، مش بس الويتس، كل الدايناميك باراميترز هون بدنا نحسبها ونحققه، يعني بطريقه النيورال نتوركس والماشين ليرنينج. بس خلينا عشان بدي اسرع. طيب اخر كلمه عن شغل رنا، متذكرين هاي؟ هاي قلنا لكم كيف جبناها. جبنا اول شيء سومو أودوتشي، جينا نترجمهم للعربي،
هم عبارة عن شجرة شجرة مثلاً هاي entity طلعت معانا جينا نترجم شو بالبوسيبل تيرمز. لاحظوا أنا خلصت كلام عن الماتشنج فانكشن صح؟ وبس على فكرة هذا open ended يعني لو أي واحد بده يعمل عليه مشروع بيظل يعدل عليه تا يصير لأنه هذا إشي ضخم. يعني هذا شو معناته الماتشنج فانكشن؟ معناته بتعطيني معنى بعطيك المعنى المقابل هيك. هو مش بس للأرابيك أنطولوجي هو بيزبط بيزبط بألف شغلة يعني مجاز التعبير في له استعمالات لا نهائية. فإحنا إحنا في بحث دائم عن في الماتشنج فانكشن الحسن عليه دائما وأبدا ونزيد الحالات وإلى آخره. هلا بدي اغير الموضوع شويه احكي كيف وصلنا للتوب ليفل. انا مغير الموضوع كيف وصلنا للتوب ليفل. كيف وصلنا للتوب ليفل؟ جبنا السومو والدوتشي. هاي السومو والدوتشي هاي حوالي 700 كلمه او كونسبت وهاي 80 كونسبت. خذنا مثلا كينو انتيتي رحنا قلنا شو هم الكلمات العربيه المقابله لانتيتي. هم مش كلمة واحدة هم عدد كبير من الكلمات صح؟ منا أقرب أربعة خمسة. ها مثلا هون رانا عامل مثال كينوني كيان شيء نحط كينوني ولا كيان ولا شيء. طيب مثلا فيزيكال نحط مادة فيزيائية ملموس. فحطينا بحد كل كلمة من هذول يعني إيش؟ مش معانيها يعني مقابلها بالعربي وبنعرف يعني نعرفش ايش انا احسن. وصل عندنا حوالي 1200 كلمة. جبنا ال 1200 كلمة وعملنا لهم رحنا على امهات المعاجم العربية والكينا من ال 1200 الكينا هذول لهم 6000 ايش جلوس يعني 6000 معنى. لانه كلمة مثلا مهدي هي كينوني ذات بعد يوجد خلال مسار محدد في فضاء ومش عارف شو او كينوني يمكن للنظريات الميكانيكا الكلاسيكيه او كذا وكذا و فكلها واحد لها اكثر من معنى. فعملنا 6000 جلوس. عارفين هذول 6000 جلوس شو هم 100% بينهم امهات المعاني صح؟ اكيد طبعا هم بس في لا لا كونسبت مكرر هو لا يعني فيش كونسبت فيش كونسبت مكرر هون. لا قصدي مكرر نفس المعنى نفس الكلمة نفس الكلمة أكثر من كونسبت. أكثر من ما هذا هدفنا ما هذا هو هدفنا. هذول مش 6000 كلمة يا مرام هذول 1200 طيب بس شو بدنا نوصله هو إنه أول إشي أمهات الكلمات إذا بدك مش المعاني أمهات الكلمات في اللغة العربية جاي من إيه؟ بين الألف ومئتين. وأمهات المعاني أكيد طبعاً سايدها بين 6000. إحنا بدنا الشجرة معاني مش كلمات. فجيناك شو قلنا بعد هاي قلنا أوكي هلأ مين درسنا خذ مثلاً كلمة مادة شفنا شو معناها في السومو اللي هي ذي بالضبط شو معناها ورحنا على معاني الكلمات مادي هون مثلا كنا انو المعنى الايكوال المعنى ها انو المعنى هذيك الايكوال ها. فبالتالي صار في ترجيح لنستعمل كلمه مجرد ولا كلمه سوري كلمه كينوني ولا كلمه شيء مثلا فهمتوا علي فوجدنا ماشي بس لحد هون ممتاز جدا. بس شو بيثبت انهم هذول شو بيثبت انهم هذول الطب عارفين شو اللي بيثبت انه نجيب ال 6000 احنا عندنا 6000 كونسبت صح وجينا صنفنا 6000 احنا اخذنا هذا ال 550 كونسبت احنا عندنا هذا الكبير هاي صارت قديش 550 كونسبت صح. الإثبات الرسمي إنك تجيب كل اللغة العربية وتحطها تحتها إذا زبطت معناته صح خلاص ليش تكون غلط صح. طبعا مش موجود عندنا كل اللغة الإكسبيرمنت بقت على 6000 جبنا مانيوالي كله جبنا 6000 وإيش حطيناهم تحت ال 550 بما إنهم ال 6000 أصلا هم بطبيعتهم أكثر إشي مرشحات يبقوا فوق
يعني they are good candidates ان نختارهم ونحطهم تحت 550 كانه صار عندكم ديجيتال لايبراري ديجيتال لايبراري صح هلا خلصنا اخر هذا فيش سلايد بعدها فيش سلايدز في بحث ثاني بلشت فيه جديد لاحظوا شغل الباتش انفكشن كنا لا زال اوبن وشغل رنا لسه ما خلصنا 100% احنا يعني ريلي فينيشينج يعني ريلي فينيشينج في بحث ثاني عملناه بلشنا فيه الشهر اللي في الفصل ها هلا احنا عندنا قواميس ضخمه جدا عندنا حوالي 70 قاموس 80 قاموس الى اخره عربي انجليزي وايطالي كله 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 كل القواميس بتيجي تلاقينا كلها نشفطها وندبها في الداتابيس ونعملها ستراكشر ونظبطها تخيل انه عندك كم قاموس عربي انجليزي عندنا قاموس عربي انجليزي تابل تقدر تبني منه قاموس عربي 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 انجليزي او تقدر تصير كيف يعني في عندك الوورد اللي بالعربي وورد نت كان بالانجليزي الوورد اللي بتجيبها ها تترجم الكلمه للانجليزي نترجم كلمه للانجليزي كيف ترجم الانجليزي للعربي هو عندنا ما هو بقول لك عندنا قاموس عربي انجليزي ليه بدك ترجم عندنا القاموس بعطيك اياه تيبل شو بدك عربي انا بدي الكلمه زي هيك عربي طيب مش صار لنا هلا قبل هيك صار لنا كل كلمه لها مجموعه البروسيس تبعونا بدي بروسيس مره حكيت قبل شوي في انه اذا المعنى بعض اكثر من شيء بضل من ريكيرسيف يعني بس هذاك شيء للتقدير بتطلعش نتائج مليحه يعني هذا بكفينا لهذاك الهدف يعني بمعنى اخر انا بدي ابني قاموس زي هيك احط جدول هذا بسميه ثيزورس احط كلمه جدول هذا الاتبوت اللي بدي اياه مصفوفه نهر قناه ماء وقائمة هلا بس من وين شو الانبوت هو قاموس عربي يعني جدول تو كولومز طويل في عندنا مئات الالاف اذا مش ملايين روز في اللي هو الكلمه ومعناها بالعربي اي او الانجليزي كلمه العربيه معناها بالانجليزي كلمه عربيه معناها بالانجليزي كلمه عربيه معناها بالانجليزي هلا انا بقول لكم اياها بصراحه تقدر تبني بون كويري بتاخذ بعطيك كلمه جدول بتقول لي شيل كلمات الانجليزيه اللي بتشير على كلمه جدول حسب تاخذ الكلمات الانجليزيه بعدين شيل الكلمات العربيه اللي بتشير على تاخذ الكلمات مش باخذ جدول شو الكلمات الانجليزيه المقابله كل ناخذها بعدين هاي الكلمات الانجليزية ليش بتشيل بالعربية بعدين بلزق جدول فيها معناته الجدول هو معناه الكلمات اللي طلعت معي بس هذا الكلام شو بيطلع هون اذا بتساوي هيك بيطلع صح كلام خرب بس بيطلع زيادة فوق هذول بيطلع اشي ثاني كلام مش صحيح كلام زي مثلا جدول شو بنحطه هون طاولة صح نحط هون طاولة طلع الطاولة طب كيف بدك تحذفها؟ بدك لها جلوسس ترجع لجلوسس يا دكتور أقول لكم كيف بدكم تحذفوها؟ سيركل في ألغوريثم سويناها الكلمات الغير متشابهة لا مش غير متشابهة مش غير متشابهة وهون على فكرة أنا بدي أقول لكم عن مشروع رقم 3 طلعوا كيف شايفين هاي انتبهوا معنا شايفين هذول طلع معاي كلمة طاولة هون بحد كلمة جدول هلا يعني بيطلع نتائج بس بيطلع فيه زيادة بيطلع اشي فولس بلخص كمان مرة عندنا كلمة جدول عربي انجليزي عندنا جدول كلمة بالعربي والمعاني بالانجليزي اللي هو هذا التيبل طويل قاموس كبير يعني ما آخر عندنا قاموس عربي انجليزي هل بنقدر هيك سؤال هل بنقدر منه كان نبني قاموس عربي حكينا بناخذ الكلمه وبناخذ معانيها بالانجليزي بنرد ناخذ كل معاني العربي معاني تاعت الانجليزي هاي شو معانيها بالعربي معناته كلمه جدول هي معاني هاي الكلمات مزبوط طيب اذا سويت هيك ممتاز جدا بكويري واحده بخمس دقائق بتركي عامل القاموس بس بيطلع شو كلمات
كلمات زيادة. بيطلع كلمات زيادة زي كلمة طاولة بتطلع بحجد جدول الطاولة على مرادي فيها؟ لا. هلا كيف بتقييم هذول؟ هلا في ألغوريثم صغير جدا قصير جدا. من شو بنقول؟ بنقول فكرته كيف؟ مش أخذنا الكلمة وشفنا المقابلة بالإنجليزي ومن الإنجليزي رحنا على العربي؟ هلا عارف شو لازم يصير؟ لازم تأخذ الكلمات هذول وترد ترجع للعربي إلى الإنجليزي. إذا 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 في يعني لازم يطلع الانترسيكشن، يعني هل في سايكل؟ يعني هل كلمة طاولة لو شفنا معنا كلمات كلمة طاولة بالإنجليزي وردينا شفنا بالعربي وبالإنجليزي بالعربي هل بنرجع للدول؟ لا، فيش سايكل. إذا فيش سايكل إذا فيش سايكل بنحذف الكلمة. هذا ريسيرش. الريسيرش الثاني إنه عندي هذول هل بقدر أربطهم مع بعض؟ سيرة رمس طلع عليه مصفوفة نهر قائل قناة ماء. هل بقدر أربط الكلمات ذات العلاقة مع بعض يا وليد؟ يعني لحد ما ممكن. كيف؟ نهر قناة ماء. ما هو أنا شو بقول؟ كيف؟ maybe using is وردنا لما هذول عندها روح على وردنا ترجز ورد ارجع وحلل وشوف انا اقرب شيء من وردنا بحلل وشوف بقدر اربطهم. على فكره اذا سويتوا هيك هلا اكشف لكم السر. جاهزين؟ اخر معلومه في الماء اخر معلومه في الماده اخر معلومه في الماده ترى سوي فهمتوا هاي انها بتصير حط هاي مع هاي شو بصير هاي سنسي وهاي سنسي يعني معنى اخر من قاموس عربي انجليزي سوينا ورقه صح ولا لا دخلت ولا لا عندها دخلت ها مش يعني انه صرت اربط الكلمه بمعانيها هلا انت اقتنعت انه انا بقدر اعمل هذا القاموس اقتنعت من قاموس عربي انجليزي اقتنعت صح طيب بعد ما خلصت هاي هل اقتنعت انه انا بقدر اربط هذول احطهم مع بعض هذول مع بعض طبعا بستخدم الوردت بتروح تترجم هذول وبتشوف علاقاتهم بتشوف انا اقرب شيء لبعض لسه ما خلصناش هلا وصلت هون هاي الكلمه مع هذول هذول عبارة عن ست of synonyms وهاي مع هذول ست of synonyms مزبوط؟ يعني وجدت ما وجدتش علاقات بينهم انت sometimes بس ايش انت عملت؟ ست of synonyms ناحذية؟ هلا خلصت خلصت هيك المادة هلا بالنسبة للمشروع رقم 3 يا الله